اتنين ولا تلاتة بدأ يسيطر وبدأ يستحوذ وفرصه خطيرة جدا. ادي عرضية ديروت عرضية، هدف اول في اللقاء، هدف اول في اللقاء. لسه بتكلم وبقول عملها احمد فاروق، عملها احمد فاروق ونجح في تسجيل الهدف الاول لديروت. قلت لكم هو الاقرب في اللقاء، قلت لكم هو الاخطر في اللقاء، عملها الهداف. وادي الكره الخلفيه وادي العرضيه وضربه الراس المية مية، والهدف يفرح ابناء اسيوط. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، سبق سرق اخذ الخطوه، لكن العرضيه عالميه عالمية من محمود الزيني، والرأسية مية مية من أحمد فاروق. و راس حربة، هدف للترسانة، هدف للشواكيش. عملوها أبناء متعوبة، عملوها أبناء متعوبة بعد أقل من خمس ثواني من التبديلين، بعد أقل من خمس ثواني من التبديلين. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. لقاء مرة تانية، آدي العرضية الركنية وآدي بقى الأخطاء الدفاعية، وخبطت في إيد حارس المرمى، في ظهر المهاجم، في رجل المدافع. يا عالكورة لما تبقى عايزة تخدم، لما تبقى عايزة تخدم. والله ده كمان في ايد المدافع، ده كمان في ايد المدافع مش في ظهر المدافع. ادي اللعبة وادي بقى خبطت في ايد المدافع ودخلت المرمى. ادي بقى هنقول هدف عكسي، هنقول هدف عكسي لنادي الترسانة.